الأرجاء. كنت في 19 من عمري أحب القراءة وتدوين أهم الحدث يومي. كنت أدرس الرياضيات في الكلية، أقطن في حي شعبي وسط البيضاء. كان مزاجي هادئا في معظم الأوقات، وسط حي لا يفقه السكون مقر فيه. انغمسوا في الموت كأنها فريضة تدين لمعتقديها بالعذاب لمن يحيا. انبتقت هناك مثل منسلخ عن محيطه. عرفت صديقا هناك يدعى محمود، كاد يفلت من تفاهة الأرجاء ما جعله الأقرب إلي، فعادة ما يكره سلوك أفراد حيه الهمجيين الذين انغمسوا وسط قعر فقرهم وضوضائهم ونميمتهم. أحبوا إعادة أيامهم مرارا فلا يحيون، ينتظرون حياة جديدة ونسوا أنهم مجرد تأثير عابر. أما يكثرون روتينهم ويبصمون خطوة في مساعدة جنسنا للخروج من سباته، أو يخيب آمالنا في إيجاد أنفسنا أو حرياتنا أو ربما إنقاذنا، إنه لعقم نفسي عقلوا به أنفسهم. ربما أفكار أعجزتنا على التغيير ليكون همنا الصراخ، فنعيش بصخب نصرخ على من يريد إنقاذنا من أنفسنا أو أن يحيا. كنت أرى أن هناك ميتون يمنعوننا من الحياة، أو ربما يبحثون عن حي مناسب. مهما كان الهدف فعليك أن تكون إلها لا يحقق اكتفاءه لكي تنتظر حيا من أقراصك تلك، أو ربما لم يكن. فشرعنا باسم المبهم عن علمنا سلفا قانونا يحجز الإنسانية في أفكارها ومخاوفها. لربما ساهم الأمر في سيطرة أمراض النفس على وجودنا، فأصبحنا نعيش إثرها بشكلنا العادي هذا ونحن نجهل واقعها علينا. قد يكون هذا هو الموت أو وعينا المكذوب، فهل نستطيع الوصول لأعلى منه؟ مهما تعددت طرقنا فأول خطوة نحوه هي التجرد والعيش كما بدأنا، صمت وحدة وعفوية. أحببنا الخروج من قوقعتنا التي حاصرنا القدر بها، فكنا دائما ما نسافر ونخرج عن روتيننا نحو اكتشاف اختلافنا نحن البشر. والأطأ برجلي حلا لجميع التساؤلات التي حمل أغلبها طابعا وجوديا، فدوما ما أحاورني بأنه ما دام معيارنا الصواب للخوض في الحياة والسعي إلى الحقيقة سبيلا، فلماذا نختلف ثقافتنا ومعتقداتنا، مخاوفنا ومعاملاتنا، بل حياتنا؟ وأحيانا أسقط بفخ التسكع في ماهيتي إلى حد يتشنج فيه ذهني ليعود من البداية، بل وتتضاعف إرادتي في التعرف عنا كمحاولتي لفتح الصنبور إلى نهايته دون أن أسلك دورات مفتاحه العادية. اشتدت نخبتنا عددا فرفقنا بصاحبين، أحدهما اسمه أحمد كان العصر المبهج بيننا فيضفي على حواراتنا وأفكارنا طعم البهجة، والآخر كان حسن ذو الطباع السوداوية، فلن تجده يحاورك إلا وسهام حواراتك تنتهي عند جدار الفناء. لا عجب إذ كان ذويه يرون فيه مرضا، وهو لا يستجيب للحياة إيجابا من حدة طباعه السالبة. فلا يمكن أن أسمع كلمة تشاؤم دون صوته في ذاكرتي يدوي بعباراته القاتمة سوادا